أنا مرك حمر وحكي السعودي خرشة لغلا دجال ما يبان دوريها يجوبها أنت بدن لغو إيبيو وحاسو بحي مقال دوغ مقال ده أو قراعية دانيرا صوماليات إن إساقو أدو عريسن وكحنا يخسن وحبا يستمعاليان أرين تاسم مركا داوتي ستيب كولا مغطي لابو جيب أرين تولي هذا إن من دورياش يخمرغ يوحي حارانا لغا قبطو ودنك وأميت صومالي ولا نسكو رأسن تاي أنا أقول أنكر رأسن هاي صومالي وحلا نسكو هيا وحويان هب كيد دولة أودق ملا هيد أي أرين تمو حقوق بدلي لهيد مياه هب كاني مسوا هب كله وحكم مغتان نم قدومية قبل شيعنا يا أو بود ستة أو بود عرور كو قراعة يا إسوع ما أسكر يجي عقابي يبا هاوشي سو هاوش ما وحويان إن لقى صوص عرق قرشة وحي حارانا عند تكلوش يا لكن نظيفية تتكنا فرصة لسيئة إلا أول وحني حاران شرعي أحان ما هينه إلا إلا هو حدك دبلومة إيبن كارو وحاد دبلومة سمين كارو أو سيدي الدولة نماذا الله شقيه لكن سين تبود لسوقة تو مثلا نمك واحد عادي وكلا كوحا كمي ذا قبر با كمي ذا ميل كل هاي المقاحي جليدو وحول هاي قيل بربرية لنا بوابي إذا هاي او إرساتا محكمة هاي تكتانا مجرتو مركا وحي لتاي وحي تصصا إن ماشى الله صعدا هاي تهاي ماشى كلي تلسكا إنك ماشى فديا ودولة دي هاي قلوي مذادة هذا خير لحد الشيء كذا لكن سكو صعب سنة عشان تنايا نوادو ذنن مركان نبى أنتو سو بودي بيقول كتاب كأيام نكو حكومة ناوطنك مركان سانكو اللي هرت بالكتاب كو يونا بير في القوبينة لو كي نود قوام ودلنا هاي مركان سانكو اللي محاكو دي ذا إنا تداهيد وحي إنه إسكو حكومة نا كتابك إنه إسكو حكومة نا وأي أنت تشارك الدين تصاحبه تو أي هدو مركا أديك فرح ماذا هذا لقى حد لنا دين تبع لقى حد لنا رانسا مركا الدولة نمد وحوية قفك ماشا فرديا شقدي سو حي هيد إنه كو كوب نادو إن دو مركا محكمة دو هي أيضا أي للي هي شرع قال مريو قبل داسي مك قفوين بالله قالي وحند مود سا إن إيه ده قارهان لو بيكسدي marka waxa looga beegsaday gaar ahaan hala soo sheego laakiin Soomaali way isku raacsan tahay in sharci loo dhigo maandooriyi hana dhulka laga qabto ya gabadha media ay ka hadashay waxaaba inta badan ay ku doodeyso in sidaad sheegtay waxa kamid ah in si gaar loo bartaanaysay ganacsiyo iyada lamid ah oo hareeraheeda ku yaalana aan la taaban oo aan la gelin intee in la eg ay socon kartaa in muwaadiniin Soomaaliyeed amba khabiir dirtiisa hal loo bartaanaysado amba siyaasad darteed ha loo bartilmaameedsado macnaha shaqada laga qaado ama ganacsiga laga qaado iyadoo la nasnoojinayo qofka waxa weeyaan waxay bad halbowlaha goynaysa hadalkii Xasan Sheekhu yiri markii madaxnimada uu fuulay ee hayd Soomaali oo heshiisa adduunkan la heshiisa Soomaali sidii ku heshiin karaa qulay waxa weeyaan qof walba inuu sharciiga ka dambeeyo gabadhana gaar ahaan kelimaa ah waxa dhacaya dad shaqa dawladda u shaqeeya ayaa qof shaqeynaya oo hawshiisi ka adag ama hawsheedi ka adag laga saaraya qof kale la soo fadhiisinaya waxa dhacsa qof ganacsi ayaa ganacsigi laga saaraya qof kale ganacsigi la siinaya taa waxaasi wax Soomaali heshiis ku taay maaha waa waxaan u leeyahayna waa laga heshiyay loona heshiyay Soomaali